قبل ما نطلع تقريرنا نتكلم عن موسيقار كبير جدا وليه تاريخ كبير ومشرف وحافل بالإنجازات. ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 56 عمل، زي فيلم عنتر شايل سيفه، فتوة الناس الغلابة، العربجي، بئر الخيانة. وكمان ألف الموسيقى التصويرية لكتير من المسلسلات زي يوميات ونيس ولن أعيش في جلباب أبي ومسلسل الضباب ومسلسل حكاية المليون ومسلسل سر الأرض. عزف سولو في أغنية اسكندراني، ولما سمعوا أعضاء اللجنة قرروا أنه هو يبقى موجود بإذاعة اسكندرية. حافظ عبد الوهاب وعبد الحميد حمدي عجبهم جدا أداؤه، لدرجة أنهم أصدروا قرار بأن أعضاء الفرقة يزيد عددهم واحد. معانا ومعاكم موسيقاري الكبير محمد علي سليمان، والد الفنانة والنجمة الكبيرة أنغام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، منورني ومشرفني. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. في البداية كده عايزين نطمن على حضرتك، طمنا عليك وخلي كل الشعب العربي يطمن عليك. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، أنا كويس أوي ويعني لسه بحب المزيكا أوي ولسه بحب الغنى أوي ولسه بتعامل حتى بيني وبين نفسي بشكل يعني يومي كرجل منتمي إلى مجموعة الملحنين، فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله. تستاهل الحمد. لو كلمت حضرتك في تصريح كنت احنا كلنا قريناه وكنت انت قلته، قلت انا فخور ان اسكندراني. كلمنا عن ذكرياتك في اسكندريه، بتروح اسكندريه قد ايه؟ بتقضي وقت هناك ولا بطلت تسافر؟ لا، اسكندريه ما بطلش اسافر. اسكندريه دي مدينتي المحببه. طبعا. وعشقي، وبقضي فيها ايام جميله جدا جدا جدا، وبالذات في فصل الشتاء. يعني فصل الشتاء في اسكندريه بيختلف شويه عن اي مدينه اخرى. حقيقي. لانه بيبقى اسكندريه ساكنه، هادئه، جميله، ممطره. طبعا المطر ده خير، ربنا يكرمنا جميعا بالخير. دايما بتعبر في عن حبك ليوم عيد ميلادك وانه يوم دايما بيكون استثنائي لوجودك مع اولادك. كلمنا عن اليوم ده وكلمنا كمان، هل اتغيرت الطقوس وفرحتك بعيد ميلادك دي؟ لا ابدا، ده انا ولادي بيهتموا اكتر مني بتاريخ ميلادي وبيحتفلوا معايا وانا ببقى فرحان وبيتلموا حواليا ويعني بقضي معاهم وقت جميل خالص خالص، والفضل لله وليهم. يعني أصعب عيد ميلاد مر عليك؟ آخر عيد ميلاد. آخر عيد ميلاد قضيته إزاي وتخطيت زعلك إزاي؟ 12. نعم؟ تخطيت زعلك ده إزاي؟ غلبت مشاعرك بالحزن دي إزاي؟ حزن من مين؟ يعني آخر عيد ميلاد. لا لا لا، ما ببقاش حزين خالص في عيد الميلاد. ببقى فرحان. ربنا يديك يا رب دايما الفرح. ببقى فرحان جدا بولادي حواليا. وده يوم عيد، اسمه عيد. صح. عيد الميلاد. يعني مش ببقى زعلان خالص، بالعكس. تعال اخدك يعني بقى ونروح. حد يقول لك يعني عدت سنه من أيوة. حياتي. لا، انا المنطق ده مش بشجعه. الله عليك. الله كل عليك. كل يوم بيعدي جميل وكل سنه بتعدي جميله، وربنا يجعلها دايما جميلة لنا وليكم وكل الناس حبايبنا. اللهم أمين. الله على كلامك. دايما أي أب بيكون فخور بنجاح ولاده. إيه بقى إحساسك بنجاح الفنانة الكبيرة أنغام يوم بعد يوم كده؟ لأن النهاردة هي خارج المنافسة، هي فعلا تربعت على عرش، نقدر نقول القمة. بتشوف ده إزاي كونها بنتك؟ اولا انا بشكرك على اطرائك لانغام وكلامك الجميل عن انغام.
نجمة طبعا. باختصار رأيي أنا إنه أنغام شرفاني، الله. يعني أنغام جادة في عملها جدا جدا، نشيطة جدا جدا، مثابرة جدا جدا بالفاء، مثابرة يعني مفكرة، هي بتفكر في شغلها، وما فيش حاجة في حياتها بتشغلها أكتر من ولادها وشغلها، وده شيء جميل جدا جدا أنا بعتز بيه. وعموما أنا بعتز بكل أولادي وأنغام بالذات، حيث أنها نجمة مشهورة، كل الناس، كل العرب وغير العرب بيحبوا أنغام، والله لك الحمد والشكر. كونك الأب ليها فليها مشاعر خاصة ناحيتك، إيه الحاجة اللي بتميز أنغام كابنة؟ أنغام عطوفة جدا، يعني بتتميز بكمية عطف في يعني شخصيتها، ومش عطوفة معايا، دي عطوفة على كلنا، على مامتها، على اخواتها، على اولاد اخواتها، على كل العيلة. أنغام حالة خاصة، مفكرة جيدة جدا جدا، بتستعمل قلبها وعقلها بشكل منتظم، ولذلك هي متزنة وملتزمة. فأنا بدعي الأنغام كل لحظة في حياتي إن ربنا يوفقها وينجحها ويزيد نجاحها. أنا فرحانة جدا بمشاعر حضرتك دي اتجاهها، وخاصة إنك أب وهي الابنة، وكمان لأن إحنا كتير بنشوف جدل على السوشيال ميديا، أنغام مع باباها متخاصمين، اختلفوا، مشكلة، بتشوف ده إزاي؟ هل دي لا ضريبة بابا، الشهرة؟ أنا معترض على حكاية اللي بيقولوها دي، إنه أيوه متخاصمين، مش عارف في مشكلة. لا دي صحافة الحقيقة، يعني أنا آسف، يعني ما أحبش أوصفها بأنها كذابة، لأن ما فيش الكلام ده خالص خالص بيني وبين النغنوغة. النغنوغة دي حبيبة بابا وحبيبة عمر بابا، وأعتقد إن بابا كمان حبيبها جدا جدا. احنا فاللي بيني عرفنا وبين كده اسم أنغام الدلع للنجمة الكبيرة، اللي هو عرفنا إيه؟ البرايفت نيم بتاعها النغنوغة. النغنوغ طبعا، ما هو ده الاسم ايوه اللي كل العيلة بتنده أنغام بيها، النغنوغة. هي في اسم على مسمى، يعني اصبتوا كلكم. شايف أشكرك. من حضرتك، يمكن انت موسيقار كبير قوي وشاركت أشكرك. في الحان واعمال، الى مين ينسى موسيقى ونيس، سر الارض، لن اعيش في جلباب ابي، يعني حضرتك كان التتر يشتغل او الميوزك جوه المشهد تبكينا او تفرحنا. شايف مين تستحق لقب صوت مصر؟ يعني عليه مشكلة، عليه مشكلة، ده يطلع لا يرد. ما لا يجوز إنه يكون في مشكلة في عن المسمى الرائع اللي هو صوت مصر، لأنه بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن الأبوة والبنوة والكلام ده، خلينا عمليين شوية. اتفضل. ولما نوصل لمنطقة التسمية لازم نكون صادقين، صح، وندي كل حد حقه. صح. فحضرتك يعني مش، لا مش هشاهدك عشان لا انت ممكن، لا اتفضل تبقي في حياد. اتفضل لا يعني اتكلم عن نفسي، انا اتفضل. كراجل يعني يقال عني اني فنان، سكار كي، فنان حضرتك متواضع جدا منفرد. على فكرة، اشكرك اتفضل. اشكرك اشكرك يا ست الكل. يعني انا شايف انه ولو ان مش انا اللي سميت انغام كده، لا مش حضرتك، عارفه. ده الناس اللي سموا انغام صوت مصر، الصحافه سمت انغام صوت مصر، الناقدين والناقدات وموسيقيين ومطربين ومطربات اطلقوا على انغام صوت مصر. فبكل تواضع اقدر اقول انه انغام بنتي تستحق ان نقول عليها صوت مصر. أنغام أصلا مش مطربة بالصدفة، أنغام خريجة المعهد العالي للموسيقى العربية، ونادرا ما تلاقي فيه مطرب خريج معهد عالي للموسيقى العربية، وكمان قضت لحد الإعدادية الكونسرفاتوار، كانت في الكونسرفاتوار من سنة تانية ابتدائي
لحد ما خلصت الاعداديه. وبعد ما خلصت الاعداديه نقلتها لمعهد الموسيقى العربيه عشان تبقى ألمت وفهمت و يعني شبعت من الموسيقى الغربيه والموسيقى العربيه. انغام عازفت بيانو رائعه، انغام عازفت عود رائعه، شافت تناقض بين البيانو والعود. طبعا شرقي وغربي وده شرقي. طبعا فده لانه انغام ترتبت حياتها اترتبت حياتها، يعني ربنا اكرمني والهمني خيرا في اني ارتب ان يعني ارتب حياه انغام العلميه والعمليه من وهي صغيره. عظيم عظيم. ايه اللي يميز صوت انغام؟ انت كموسيقار كده بتقول في اصوات حلوه واكيد حضرتك عارف ده واحنا بنفخر بده، لكن ايه اللي يميز صوت المطربه والنجمه انغام انت كان من وجهه نظرك المهنيه؟ ابسط ما ممكن نقوله لبعض في الموضوع ده، لما بتسمعي انغام بتعرفي على طول مين اللي بيغني. طبعا. اذا دي شخصيه مستقله غنائيه. صح. واخد بالك من وجهه نظري؟ لها بصمه. يعني طبعا. بتسمعي صوت انغام تعرفي ان انغام اللي بتغني، ما ب ب ما ب حدش بيختلف. يعني ما حدش بيقول لا دي فلانه والتاني يرد عليه لا دي انغام. صح. لا ما بيحصلش، يعني بيسمع انغام يقول انغام، اي حد يسمع انغام يقول انغام. فده ده بينم عن شخصيه غنائيه مستقله. دايما في اراء حوالين الالبوم الاخير بيقولوا ان في نضج كبير قوي، شفت النضج ده؟ جدا. حضرتك حسيته؟ جدا. ازاي بقى؟ قول لي ايه مثلا لفت نظرك؟ متفق معاهم، ده خلاصه تجربه حياتيه عظيمه. يعني النضج ده خلاصه تجربه حياتيه عظيمه مستقله. يعني حصل اهتمام شديد جدا بهذه الامكانيه ان تتمتع بها انغام من صغرها، انها تكون شخصية مستقلة ومحبوبة. أيوة. أنت حسيت بالنضج الفني ده في حياة حضرتك؟ أنت قلت أنا حسيت بالنضج الفني من أول ما اتخرجت من كونسرفاتوار اسكندرية. بدري جدا. لا أنا كنت ملحن في إذاعة اسكندرية من وأنا عندي 16 سنة. أيوة. وبدأت حياتي بأغنية قريتها في ديوان شعر اسمه الشمس طالعة. كان كاتبه شاعرنا الرائع السكندري العظيم الأستاذ محمد مكاوي. الأغنية دي ما كانتش مكتوبة لكي تغنى، ده لأنها كانت مكتوبة من شعر اسمه المرسل. أيوة. شعر مرسل اللي هو كانت بتقول مثلا، يعني اقول لك جزء منها. يا خلي يا داخلي ببسمة حب تملى القلب وتقول لي عن المواويل، ده موالك يا ابويا زمان، فتح فتوحات حفر قنوات بنى عمارات، ده موالك بقى غنيوة فيها فارس الاحلام. الله حضرتك وهلم جرة. يعني شيء مختلف جدا عن كتابة الاغاني بحبك وبحبك والحاجات دي، كانت مختلفة. أنا أعجبت بهذا النص. النص شعري مرسل لكنه لم يكتب لكي يغنى، وكتب لكي يقرأ فقط. أنا لحنته، حبيته ولحنته حتى إذاعة اسكندرية بقيادة الأستاذ حافظ عبد الوهاب عليه رحمة الله. يعني دوني تقدير، يعني كان في قرار اللجنة تقدير الحقيقه، يعني بشكرهم عليه وبمتن بهذا التقدير يعني. الحمد لله. الحمد لله. دايما الفنان حياته الشخصيه ممكن تسوء القدر، هل ممكن الحب بالاخص يعني بيأثر على الفنان بالسلب وقت من الاوقات؟
يعني أنا متفق معك، أحيانا يؤثر بالسلب عندما يسيء الفنان استغلال فرصة إن ربنا وهبه بهذه الموهبة. يعني ممكن الفنان وهو صغير يعني ما يوجدش استغلال هذه الموهبة، بيبقى محتاج لنصائح كثيرة. لكن أنا كنت محظوظ شوية، لأن أنا بابا عليه رحمة الله، رحمة الله عليه، الأستاذ علي سليمان، من فنانين إذاعة اسكندرية وإذاعة القاهرة، الفنانين الجادين الأصلاء. أيوه. فأنا شبعت منه، شربت منه. وكان وبعدين في مجال العملي اللي هو أنا كعازف كمانجا، اتعلمت كمانجا على ايد ايطاليين. يعني ريناتو بورجيزي وماكس نيكوليتي، طبعا دول اساتذتي اللي علموني الكمانجا من وانا صغير. حتى لما جيت اخد دبلوم متوسط في هذه المرحله، كنت اول جمهوريه لما حصلت على اول دبلومه من الكمانجا. يعني فالكمانجا بالنسبة لي حب كبير، العود بالنسبة لي حب عظيم، الفن بالنسبة لي غذاء الروح الحقيقي الذي أعيش به. مين الفنانين اللي بتحب تسمع لهم؟ أنا بحب أسمع كل الفنانين، ولو إن على الأخص أحب أسمع الأستاذ عبد الوهاب. الله. جدا أحب أسمع الأستاذ السنباطي. جدا جدا احب اسمع عبد الحليم حافظ كمغني، جدا 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 احب اسمع الاستاذ فوزي لبساطته، محمد فوزي جميل لبساطته، رائع. يعني هو بسيط جدا جدا وعميق حقيقي. جدا جدا حقيقي، عميق جدا جدا الاستاذ فوزي عليه رحمه الله. احب اسمع الاستاذ الموجي، احب اسمع الاستاذ الطويل، احب اسمع كل الفنانين الجادين اللي أصبحوا علامات في العالم العربي. والجداد، أنت ما ذكرتش حد من الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. أنا متأسف بالنسبة للجداد، أنا متأسف لصراحتي. أنا متأسف لصراحتي، أنا بتكلم بمنتهى الأمانة والصراحة. الجداد يعني عملوا لي حالة اسمها أغنية شبابية. أيوه. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ايه فسروا لي ارجوكم، يعني ايه اغنيه شبابيه؟ اقصر اسرع. لا 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 لا، الاغنيه ما يصحش تبقى كده. الاغنيه يصح انها تكون تعبير عن الكلمه، وتعبير باصدق ما يكون من الملحن، يبقى صادق جدا جدا لما يجي يعبر في اغنيه، يعبر عن اغنيه. انما يعني ايه اغنيه شبابيه؟ طب ما قالوش ايه بقى كمان جنبها في اغنيه عجائزية مثلا بقى؟ خلاص، ما بيبقى انك عملت اغنية شبابية يبقى او سميت اغنية شبابية، قول بالمرة بقى الاغنية دي التانية دي عجائزية، قول اي اوصاف بقى. أيوة. محدش هيلومك يعني. ايوة، اختار اي فترة بقى في العمر وسميها تفضلي. يعني لو سألت حضرتك مثلا، بيبقى في اصوات مش جديدة جدا، سميرة سعيد. كان سميرة مغنية جميلة. سميرة سعيد مغنية جميلة، وغنية ومغنية فاهمة جدا ومثابرة جدا وصبورة جدا، وبتحاول بقدر الإمكان تقدم شخصية اسمها سميرة سعيد. فأنا بعتزل سميرة جدا جدا. وأصالة، والفنانة أصالة. وأصالة، يا سلام. يا سلام، ونعم المغنيات. يعني برضو ممكن بتسمع أغانيهم وبتحب أدائهم وطريقة غنائهم. يا سلام يا سلام يا سلام. بسمعهم وبشغف. مين بتسلطن على صوته؟ آخر أغنية أنت سامحها وتسلطنت عليها كده، لأن أنت متذوق موسيقى ومحترف. أنت مش بس أنا بعشق حاجة اسمها أصالة. مش الاسم، مش اسم السيدة الأستاذة أصالة. الأصالة في العمل. ايوه، الاصاله في العمل. يعني طالما انه العمل بيتمتع باصاله الفن، اصاله الفنان اللي بيقدم
هذا العمل انا بـ بـ يعني بـ بشكره بشكره جدا جدا انه صريح. ما هو الفنان صريح بيقول اللي جواه وبيعمل اللي جواه في يعني وبيهتم بعمله وبيجدد في عمله، شيء مهم جدا. شوف اغاني المهرجانات ازاي؟ لا لا لا. هل راي لا حضرتك ان هي فتره وهتنتهي؟ لا 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 لا. مهرجانات ايه والكلام ايه؟ شايفها صناعه ايه؟ لا 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 لا، الاسم كبير قوي على الوصف. المهرجانات دي مهرجانات مهرجانات، انما لما اعمل اغنيه هيفا واسميها دي مهرجانات، مين اللي ألف هذه التسمية؟ يعني أنا مش عارف الحقيقة اللي ألف هذه التسمية. أنا ما عنديش حاجة أقولها له أكتر من الله يسامحك. الله يسامحك. يعني ممكن حضرتك نشوفك في عمل كده ولا حاجة نسمعها إحنا بقى كجمهوركو أنت والفنانة الكبيرة أنغام، وتشتركوا في عمل وتخرجوا لنا حاجة يعني نبهر بيها كل الوطن العربي؟ عندما تجيء الفرصة وتجيء المناسبة اللي نعمل فيها عمل زي ده، هتلاقينا إيجابيين جدا جدا زي ما حضرتك يعني قلت. نتمنى نشوف الفرصة إن شاء الله. دي. مين الملحن اللي أنت شايفه دلوقتي من وجهة نظر حضرتك إنه ملحن جاد ولسه مستقبله هيجي كمان هيحقق مزيد من النجاحات؟ شوفي، هو ما بقاش فيه اهتمام بالأغنية، ولذلك مش هتقدري تفرزي مين الملحن الملفت للنظر من الشباب. هو أو تقريبا الاستاذ يعني عمرو مصطفى بيعرف يلفت نظرنا. ما اعرفش انا 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 ما يعني احب التجديد. احب التجديد في الفكره. يعني اهلا وسهلا بعمرو، اهلا وسهلا بزملاء عمرو وكل حاجه، اهلا وسهلا بيهم ودعائي لهم ان ربنا يوفقهم دائما. انما انا عايز اتبهر، عايز لما اسمع اتبهر وافكر معاهم. تفتكر الاي اي هيخلينا في يوم من الايام نتبهر يا استاذ محمد؟ ايه الاي اي؟ انا مش الذكاء الاصطناعي. لا لا لا، انا مش مع هذه المنطقه خالص. الذكاء الاصطناعي ده ليه؟ هو البشر اللي خلقهم ربنا دول. يعني خلاص ما بقوش مهمين عشان نفكر في الذكاء الاصطناعي. ايه التجربه المتداخله في حياه الفنانين وفي حياه الانسان؟ الذكاء الاصطناعي ليه ذكاء اصطناعي؟ طب ما خلينا نتكلم عن الذكاء الطبيعي، الذكاء الانساني اللي هو بيفيد الانسانيه والبشريه. خلينا نفكر في كده افضل. حقيقي نورتني. انا اشكرك. نورتني جدا يا استاذ محمد. اشكرك جزيل الشكر. اشكار كبير ومهم. سعيده بسماع صوت حضرتك ونورتني ونورت شاشه قناه صدى البلد.